بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. إذا أردت بأن الله سبحانه وتعالى يكثر من مالك ويزيد في عمرك ويكون لديك محبة ووجاهة كبيرة في العشيرة وبين الأهل والأقارب والأحبة، عليك أن تفعل أمرين فقط. ما هما؟ قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام: من يضمن لي بر الوالدين وصلة الرحم أضمن له كثرة المال وزيادة العمر والمحبة في العشيرة. هذه الرواية وردت في كتاب مستدرك الوسائل الجزء 15 صفحة 139. فقط هذين الأمرين البسيطين: بر الوالدين وصلة الرحم. يضمن الإمام الصادق، يقول بنص العبارة: أنا الضامن بأن الله سبحانه وتعالى يكثر من مالك ويزيد من عمرك ويجعلك محبوبا وجيها في عشيرتك، والأمر راجع إليك. برنامج صباحات الأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.